شو هي كلمة الفلك لمواليد السرطان بالأسبوع الثالث من شهر شباط فبراير 2023؟ يا عزيزي، هيدي فترة لازم تحافظ خلالها على هدوءك، خاصة ابتداء من الأربعاء 15. لازم تصبر قدام مستجدات بتطرق بين الجمعة 17 والسبت 18، لأنه هاليومين معاكسين. ما تنسى، وإذا بدك تعرف أكثر لازم تطلع عليهم وعلى تفاصيلهم من خلال اشتراكك بالأب. بينتقل كوكب ميركور لبرج الحمل يوم الاثنين 20، حتى يولد بعض الفوضى والالتباس بحياتك أو يعرضك لعداء وخصومة ابتداء من هالوقت، والبعض بيعرضهم لمساءلة ومحاسبة. بدك تكون كتير منتبه خلال هالأسبوع وتكون حذر جدا وما تتورط بأمور يمكن ما تكون لمصلحتك. في حواجز قدامك وهالحواجز لازم تتخطاهن بهدوء أعصاب وعدم تعريض سمعتك للخطر. يا عزيزي، ما تولد الأعداء. يقال ألف صديق يمكن يكونوا قلال، بس عدو واحد كتير عزيز السرطان.